بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالاخوه الكرام مره اخرى الى كتاب بيلي غي كومبروند، ونستأنف مره اخرى مع لو جورنال دو بوسيني كما نلاحظون. طبعا كنا قد توقفنا عند اخر فقر من هذا النص، كونت يل تروف دو زوس دون سا كوفيت اي لو مونج ان اي فا كاشي لوتر دون ان ترو بور لو مونجي بلو تار، مي ايل اوبلي سوفون لوندرو و الى كاشي سون نوس ان سيميرو لو شي دي بوزان qui le trouve et qui le mange. Ensuite, nous prenons le vocabulaire. La niche. C'est quoi la niche? D'une petite cabane servant d'abri à un chien. Et d'un autre côté, un corps arrière servant à un oiseau d'abri comme le à un chien, les kelps. Alors, la niche veut dire une petite cabane servant d'abri à un chien. Et d'un autre côté, un corps arrière servant d'abri à un oiseau. طبعا نتكلم هنا على لوفير سيرفير في صالح تعتبر، ومن مثلا كلمات لي سيرفيس المصالح. اذا سيرفون تصلح دابغي تصلح كملجا ان شيان لكلب. هنا طبعا عندنا لي شيان كوش دون زون نيش، اذا الكلاب ان تنام او ان تستلقي دون زون نيش، تستلقي في كوخ خاص بالكلاب. الوغ لا كوم نو فونون دو لو دير بور لانستون، on peut parler d'une petite cabane servant d'abri à un chien, mais il faut bien savoir qu'il y en a d'autres types de niches. Par exemple, quand on parle d'une niche murale, alors là, on parle d'une cavité creusée dans un mur pour y placer des objets décoratifs, des statues, des livres, des plantes ou d'autres éléments. Et donc, عندما نتكلم عن une niche murale, كما نقول كوخ حائطي. إذا نتكلم عن ما يشبه الخزانة الحائطية، إن كافيتي، إذا نتكلم عن تجويف، كروزي، كروزي، أنه محفور، نتكلم أحيانا على الفيرب كروزي، فعل حفرة، إن كافيتي، إذا نتكلم عن تجويف، كروزي، أنه يحفر، دون زان ميغ، دون زان ميغ، أنه يحفر في حائط، بوغ يبلاسي دي زوبجي ديكوغاتيف، لكي توضع فيها، بوغ يبلاسي، لكي توضع فيه. أو فيها دي زوبجي أشياء ديكوراتيف كما نقول جمالية تجميلية، أنها فقط كديكور. دي ستاتي ممكن أن توضع فيها مثلا تماثيل أو أصنام، دي ليفر ممكن نتكلم عن كتب، ممكن توضع فيها كتب، دي بلونت أو دوتر زيليمون ممكن توضع فيها مثلا نباتات أو دوتر زيليمون أو عناصر أخرى أو عناصر أخرى. إذا نتكلم هنا عن النيش، وطبعا لها معاني أخرى، لها معاني أخرى طبعا. نو برونو لا دوزيام فورمول، كوغيغ كوم أنفو، يجري مثل أحمق. طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن بوسيني عندما يذهب لفتح الباب طبعا يتلقاه الكلب، فيبدأ في الجري كالأحمق. Alors là, courir dans tous les sens sans s'arrêter. Adawal maqsoud taban fi ma yakhoss el kelb. Quand on parle d'un chien par exemple qui court comme un fou, cela veut dire tout simplement qu'il court dans tous les sens. Idan hada ya'ni b'annahu yajri dans tous les sens fi kull el ittijahat sans s'arrêter bidoun an yatawaqqaf. Idan hada alladhi ra'ayna ma'a kelb Poussini mathalan, kelb Poussini. Idan courir comme un fou veut dire courir dans tous les sens sans s'arrêter. إذن أن يجري في كل الاتجاهات، طبعا هنا عندنا ليسونس، ليسونس، اتجاهات. Par exemple la route a deux sens، نتكلم عن طريق ذات اتجاهين. Sans s'arrêter، بدون أن يتوقف. هنا عندنا ساغطي، أنه يجعل نفسه يتوقف. أحيانا نتكلم عن الفيرب أغطي، فعل أوقف، نتكلم عن الفعل أنه يوقف شيء آخر. مثلا لو بوليسيي با إكزومبل، لو بوليسيي أغيط إن فواتور، أغيط إن فواتور، الشرطي يوقف سيارة. ولكن ممكن نتكلم عن ساغيطي، طبعا كما ذكرنا تنتكلم هنا على أن فيغ برونومينال، إذا نتكلم عن فعل كما نقول ضميري، الفاعل هو الذي يقوم بالفعل ويمارسه على نفسه. ممكن نتكلم عن جماعة أن تقوم بالفعل وتمارسه على نفسها. عندما نتكلم مثلا على لو فيرب سوباتخ،
سوباتخ يتصارع. شكون تيتصارع هنا؟ تنتكلم على واحد المجموعة أن عناصرها يتصارعون. إذا عندنا هنا كما قلنا كوغيغ كوم أن فو، كوغيغ دون تو لي سونس سونس أغيطي. قلنا أنسويت لي زيبول، لي زيبول إذا عندنا الكتفين أو مجموع كتف. مونتخ موا تايدو زيبول، إذا أظهر لي أريني. هنا عندنا لوفي مونتخي، مونتخ موا أريني أنا، أريني أنا. تي دو زيبول كتفيك، كتفيك الاثنين. إذا هنا نتكلم على لي زيبول، نقول هنا لي زيبول سون لي زارتيكولاسيون كي رولي لي بغا أو غيست دو كور. لي زيبول سون لي زارتيكولاسيون كي رولي، سون لي زارتيكولاسيون كي رولي لي بغا أو غيست دو كور. إذا لي زيبول، إذا نتكلم على الكتفين سون لي زارتيكولاسيون، إذا هي المفاصل. إذا نتكلم عن نوع من المفاصل إن صح التعبير كي رولي لي بغا أو غيست دو كور، التي تربط. عندنا لو فيرب غولي، إذا فعل ربط. لي بغا تربط الذراعين أو غيست دو كور، تربط الذراعين أو غيست دو كور ببقية الجسم. إذا عندما نتكلم على لي زيبول، هاد المفاصل سون لي زارتيكولاسيون، سون لي زارتيكولاسيون. إذا الكتفين هما المفصلين إن صح التعبير كي غولي، التي تربط. إذا هاد الكتفين اللي هي المفصلين، شنو دور هاد المفصلين؟ ما هو دور هاد المفصلين؟ كي غولي لي بغا أو غيست دو كور، الذي يربط الذراعين. إذا كما تعرفوا بأن الكتفين هي جات بين الذراعين ثم بين بقية الجسم. هذا هو اللي عندنا هنا، كي غولي لي بغا أو غيست دو كور، التي تربط الذراعين ببقية الجسم. إذا مونتخ موا تي زيبول، مونتخ موا تي دو زيبول، أريني كتفيك. ثم عندنا لوميزو، لوميزو. طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن كلمة لوميزو تعني تقريبا الخرطوم، خرطوم الكلب أو خرطوم البقرة، خرطوم الحصان، لوني دو شيان. إذا نتكلم عن أنف الكلب، لوني دو شيان. ونسيت هنا لومو بغيسكومو، بغيسكومو بشكل مفاجئ. إذا كما عندنا هنا توتاكو، إذا ممكن نقول بغيسكومو أو بيا توتاكو، بغيسكومو دو فاسون بغيسك أو بيا دون مانيير بغيسك. إذا نتكلم عن بطريقة مفاجئة، غبيد، سريعة، بغيطال. كما نقول أن فضة، نتحدث عن بعض الأعمال التي تحدث بسرعة بشكل مفاجئ بطريقة فضة أو غالضة. إذا نقول عنها بغيسك، أن في بغيسك، كي سو باس بغيسكومون، كي أغيب بغيسكومون، الذي يحدث بشكل سريع مفاجئ فض. نقول مثلا كيلي لو دونجي داغيطي أن ميديكامون بغيسكومون، كيلي لو دونجي داغيطي أن ميديكامون بغيسكومون، ما هو خطر إيقاف دواء بغيسكومون بشكل مفاجئ. ما هو الخطر الذي قد يحصل إذا أوقفنا دواء بشكل مفاجئ؟ كيل لو دونجي داغيتي ان ميديكامون بغيسكومون. نقول مثلا إلى غيب بغيسكومون، إذا هو يصل بشكل مفاجئ، أو هو يحصل بشكل مفاجئ، أو هو يحصل بشكل مفاجئ. طبعا لو فيرب أغيفي ممكن أنه يعني وصل، وممكن أنه يعني حصل. ثم عندنا كلمة إيكونوم، إيكونوم. كما نقول مقتصد، une personne économe ne dépense pas tout son argent. إذن une personne économe، إذن الرجل المقتصد ne dépense pas tout son argent، ne dépense pas tout son argent، أنه لا ينفق كل ماله. المقصود بأنه يقتصد، يقتصد على ماله، يقتصد ولا ينفق كل ماله، ne dépense pas. طبعا هنا عندنا لو فيرب dépenser، هنا عندنا لو فيرب dépenser. ومن مثلا كلمة لي ديبونس، لي ديبونس يعني النفقات. اون بيرسون ايكونوم، 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 نو ديبونس با تو سون ارجون، نو ديبونس با تو سون ارجون، انه لا ينفق كل ماله. ليكونوم كي في ا ليميتي سي ديبونس، الذي يسهر على الحد من نفقاته. كي في،
كي في نتكلم على لو فيرب فيي فعل سهر سي لو فيرب فيي هذا فعل سهر كي في سلوي كي في الذي يسهر اليميتي للحد سي ديبونس نفقاتي كما ذكرنا قبل قليل نتكلم عن كلمات لي ديبونس النفقات اذا نتكلم عن كلمات ايكونوم une personne économe ne dépense pas tout son argent ثم عندنا la tirelire اذا نتكلم عن حصلات النقود les enfants gardent des pièces de monnaie les enfants gardent des pièces de monnaie اذا الاطفال يحفظون قطع نقديه dans une tirelire اذا في حصاله النقود dans une tirelire في حصاله النقود اذا les enfants gardent des pièces de monnaie dans un tirelire nous prenons les phrases c'est mon oncle qui me l'a donné إنه عمي أو إنه خالي qui me l'a donné الذي أعطاني إياه كما شرحنا c'est mon camarade qui m'a dit cela c'est mon camarade qui m'a dit cela إنه صديقي إنه رفيقي qui m'a dit cela الذي قال لي هذا سيرا على هذه الصيغة التي عندنا هنا c'est mon oncle qui me l'a donné إذن سيرا على هذه الصيغة عندنا C'est mon camarade qui m'a dit cela. إنه رفيقي أو صديقي qui m'a dit cela الذي قال لي هذا. نقول مثلا C'est toi qui a renversé mon encrier. إنه أنت الذي قلبت mon encrier كما نقول مدواتي إنه أنت الذي قلبت سي توا كي رونفيرسي أنت الذي قلبت مون أونكخي مدواتي إذا نتكلم على القنينة مثلا التي نضع فيها المداد سي لوي كي أبخي ميبي إنه هو الذي أخذ ميبي كولالي سي لوي كي أبخي ميبي إنه هو الذي أخذ ميبي أخذ كولالي هو اللي خدا البي ديالي on est ici le verbe prendre au passé composé et c'est la même chose ici avec le verbe renverser c'est papa qui conduit la voiture إنه أبي الذي يسوق السيارة كما تلاحظون كل هذه الجمل التي عندنا هنا كل هذه العبارات عندنا فيها الفعل مصرف au passé composé نقول مثلا il a donné هو أعطى أو كما عندنا هنا qui a donné الذي أعطى ثم عندنا c'est toi qui a renversé أنت الذي قلبت mon encrier ثم عندنا c'est lui qui a pris إنه هو الذي أخذ on a ici le verbe prendre au passé composé c'est la même chose ici avec le verbe renverser aussi c'est la même chose ici avec le verbe dire et le verbe donner. Par contre ici, on a le verbe conduire conjugué au présent. إذن هنا عندنا فعل ساق أو قاد مصرف الحاضر. C'est papa qui conduit. إنه أبي الذي يسوق la voiture, السيارة. إذن ما عندناش هنا C'est papa qui a conduit la voiture. إنه أبي الذي ساق السيارة على عكس هذا عندنا سي بابا كي كوندوي لا فواتور ثم عندنا الصيغة ديك بمجرد أن ديك جو ملاف جو كور دير بونجور ا مامون ديك جو ملاف جو كور دير بونجور ا مامون إذن ديك جو ملاف بمجرد أن أقف لو بريزون اللي عندنا هنا ممكن أنه يعبر عن الماضي إذن كما نقول Dès que je me lève, بمجرد أن وقفت, je cours dire bonjour à maman. إذن أنا أجري لأقول bonjour à maman, يوم سعيد لأمي. المقصود بأنني بمجرد أن وقفت, أنا جريت, أنا أخذت أجري dire لأقول bonjour à maman, يوم سعيد لأمي. ثم عندنا Dès que j'entre en classe, je me tais. Dès que j'entre en classe, je me tais. بمجرد أن أدخل إلى القسم, je me tais. أنا أهدأ.
إذا المقصود أنني أسكت ولا أقوم بضجيج dès que j'entre en classe بمجرد أن أدخل en classe إلى القسم je m'attais أنا أهدأ on est le verbe se taire on a le verbe se taire عندنا هنا فعل هدأ يقول أستاذ أحيانا تيزيفو اهدأوا اهدأوا عندما يسمع الكثير من الضجيج إذن يقول للتلاميذ تيزيفو ثم عندنا dès que j'ai fini d'écrire je ferme mon cahier dès que j'ai fini d'écrire je ferme mon cahier بمجرد أن أنهي طبعا هنا عندنا لو فيغ فينيغ هنا يسي لو فيغ فينيغ كونجيغي أو باسي كومبوزي dès que j'ai fini d'écrire بمجرد أن أنتهي d'écrire من الكتابة je ferme mon cahier je ferme mon cahier أنا أغلق دفتري طبعا هنا عندنا d'écrire كما نقول من كتابة طبعا كما تعرفوا بأن l'écriture هي الكتابة ولكن هنا عندنا الفعل في اللغة الفرنسية طبعا يستعمل الفعل بالمقارنة باللغة العربية تماما مثل المصدر على العكس من هذا نستعمل الفعل مكان المصدر dès que j'ai fini بمجرد أن أنتهي كما نقول بمجرد أن انتهيت إذن المقصود بمجرد أن أنتهي d'écrire من الكتابة je ferme mon cahier je ferme mon cahier أنا أغلق دفتري on essaie le verbe fermer au présent dès que je rentre à la maison je mange mon goûter et je vais jouer avec mes camarades dès que je rentre بمجرد أن أعود كما ذكرنا فيما سبق le verbe rentrer ممكن أنه يعني دخل مرة ثانية entrer de nouveau à la maison إذا نتكلم هنا على le verbe rentrer c'est-à-dire entrer de nouveau أنك تدخل مرة ثانية أو بيان retourner à la maison ممكن أنه يعني أنك تعود عادة أو رجعة dès que je rentre à la maison بمجرد أن أعود إلى المنزل je mange mon goûter أنا آكل طبعا لو goûter المقصود به une collation entre le déjeuner et le dîner إذا نتكلم عن أكل خفيف إذا نتكلم عن une collation إذا نتكلم عن أكل خفيف أكل خفيف entre le déjeuner et le dîner بين الغداء وبين العشاء بحال تنتكلم على الترديدة إذا تسمى le goûter ولكن هنا هذه الكلمة التي عندنا هنا والتي أتت اسما le goûter ممكن أننا نجد أحيانا le verbe goûter بنفس الكتابة إذا نتكلم هنا عن تذوق إذا manger ou boire un peu de quelque chose pour connaître le goût أنك تأكل أو تشرب un peu قليلا de quelque chose من شيء ما من الحساء مثلا أو من شيء آخر من الأكل pour connaître le goût من أجل معرفة المذاق إذا نتكلم عن goûter la soupe أنك تتذوق الحساء إذا كما قلنا هنا dès que je rentre à la maison بمجرد أن أعود إلى المنزل je mange mon goûter أنا آكل mon goûter يعني الأكل الخفيف الذي يحصل بين الغداء والعشاء et je vais jouer avec mes camarades ثم أذهب لألعب avec mes camarades مع رفقائي أو مع أصدقائي ثم عندنا pendant quelques minutes il a été absent pendant quelques jours pendant quelques minutes كما رأينا أثناء بضعة دقائق أو كما نقول لمدة بضعة دقائق لحسب السياق ديال العبارة il a été absent إذن هو كان غائبا pendant quelques jours أثناء بضعة أيام أو لمدة بضعة أيام إلى يطيابسون إلى يطيابسون إذن هو كان غائبا بعد مرة نتكلم على لابسونس الغياب لابسونس الغياب إذن هنا عندنا أدجكتيف إلى يطيابسون إذن هو كان غائبا في المؤنث نقول إلى يطيابسونت هي كانت غائبة هنا عندنا في المذكر إلى يطيابسون إذن هو كان غائبا pendant quelques jours
لمدة بضعة أيام. Il a été malade, إذن وكان مريضا pendant 8 jours, أثناء 8 أيام. لمدة 8 أيام. Il a été malade pendant 8 jours. Pendant 8 jours, لمدة 8 أيام. Il a pleuré, إذن هو بكى. طبعا هنا عندنا لو فيرب بلوري. On essaie le verbe pleurer conjugué au passé composé. Il a pleuré, إذن هو بكى. Pendant une heure, pendant une heure. إذن هو بكى لمدة ساعة. هو بقي يبكي لمدة ساعة. كما نقول هنا أثناء ساعة. أثناء ساعة واحدة. Il a pleuré pendant une heure. إذن هو بكى لمدة ساعة. ثم عندنا il oublie l'endroit où il a caché son nos. إذن هو ينسى l'endroit المكان où il a caché son nos حيث هو خبأ أو أخفى son nos عظمه. Il oublie طبعا هنا عندنا le verbe oublier au présent. Il oublie إذن هو ينسى l'endroit ينسى المكان أو إلى كاشي صنوس حيث وخبأ صنوس حيث وخبأ عظمه. إذن طبعا هنا عندنا بعض العبارات على نفس المنوال كما عندنا هنا. Voici la plage où je passe mes vacances. Voici la plage où je passe mes vacances. ها هو الشاطئ. ولكن هنا عندنا الشاطئ كلمة مؤنثة. La plage. La plage. نتكلم عن كلمة مؤنثة. Voici la plage. ها هو الشاطئ. Où je passe mes vacances, حيث أنا أمضي، حيث أنا أمضي، mes vacances، أمضي عطلي، العطلة، حيث أمضي عطلتي، لأن كلمة vacances في اللغة الفرنسية تأتي جمعا، إذن هنا عندنا où je passe mes vacances، حيث أنا أمضي، طبعا هنا عندنا le verbe passer، هنا ici le verbe passer، فعل أمضى أو مرة أو مرارة إلى غير ذلك بحسب السياق، mes vacances. عطلي. إذن هنا عندنا عطلتي. Connais-tu la maison où habite Monsieur Dubois? Connais-tu la maison où habite Monsieur Dubois? هل أنت تعرف la maison؟ هل أنت تعرف المنزل؟ Où habite Monsieur Dubois؟ حيث يسكن. هنا عندنا le verbe habiter ومن مثل كلمة لابيطة السكن. إذن où habite حيث يسكن Monsieur Dubois السيد Dubois. هل تعرف المنزل؟ وابيت مسيو ديبوا حيث يسكن السيد ديبوا. كونيتو تي كوني انت تعرف. هنا عندنا لو فيرب كونيتر ونسي لو فيرب كونيتر او بريزون. او بريزون اذا عندنا فعل عرف مصرف الحاضر. كونيتو هل انت تعرف لا ميزون المنزل. طبعا كلمه المنزل هنا كلمه مؤنثه ككلمه لا بلاج. اذا كونيتو لا ميزون وابيت مسيو ديبوا. هل أنت تعرف المنزل؟ هو بيت حيث يسكن مسيو ديبوا السيد ديبوا. Voici la maison où je suis né. Voici la maison où je suis né. ها هو المنزل حيث أنا ولدت. طبعا هنا عندنا لو فيرب ناتر. إذا عندنا لو فيرب ناتر يعني فعل ولد. Venir au monde أن تأتي للعالم. إذا نتكلم عن لو فيرب ناتر. On essaie le verbe naître. إذا venir au monde ou bien voir le jour. نقول مثلا il voit le jour. Il voit le jour. إذن هو يرى اليوم. كما نقول هو يرى النور. نقول مثلا il voit le jour en 2001 ou bien en 2003. هو يرى النور في 2001 أو في 2003. المقصود أنه ولد في 2001 أو ولد في 2003. إذا نتكلم عن voir le jour ou bien venir au monde. Voici la maison où je suis né. ها هو المنزل حيث أنا ولدت. Ensuite, on a l'orthographe. L'orthographe. إذن عندنا بعض الكلمات المتضمنة الهد أن. A-I-N. On a des mots qui comprennent le son أن. Par exemple, le train. Le train, القطار. هذه الكلمات تتضمن أن. A-I-N. لأن بعض الكلمات الأخرى تتضمن أن بإن فقط. مثلا كلمة لولاب. هنا عندنا أيضا لما. لما. اليد. Le pain, le pain, الخبز. Le grain, le grain, حبة, حبة القمح مثلا. Le bain, استحمام أو حمام. Demain, demain,
غدا demain نتكلم عن هذا اليوم aujourd'hui ثم نقول demain وفي الغد أو غدا ثم عندنا Alain Alain est grand maintenant إذن الطفل Alain est grand أنه كبير maintenant الآن المقصود بأنه أصبح كبيرا الآن ولم يبقى طفلا صغيرا كما في السابق ثم عندنا إذن كما تلاحظوا بأن تكتب بهذه الطريقة تكتب إن كما في كلمة لولابا كما ذكرنا ثم ممكن أن تأتي في بعض الكلمات هي قليلة في الحقيقة بأم مثلا كلمة ف جف أنا عندي جوع جي أنا عندي لف جوع أنطون على غرافي دو إل سور إذن نحن سنعطي لغرافي طريقة كتابة دو إل سور هو يخرج طبعا هنا عندنا لوفير سورتير او بريزون إل سور هو يخرج هو يخرج أو هو يخرج ثم عندنا ديكتي إذا نتكلم عن النقل ألا إيفوني لا مير باغ لو تخان باغ لو تخان أون سو مومون إلي دون لو أو لو بومبان ألا إيفوني لا مير باغ لو تخان أون سو مومون إلي دون لو أو لو بومبان ألا إيفوني لا مير ألا أنه جاء لا مير إلى البحر طبعا هنا عندنا لو فيرب فونيغ مصرف أو باسي كومبوزي إذا طبعا سيصرف مع إتر لأن لو فيرب فونيغ جاء ولم نقل مثلا أنه يأتي بشيء إذا هو الذي جاء إذا الفعل يصرف مع إتر طبعا نتكلم عن هذا الفعل يصرف مع إتر هذا في الأزمنة المركبة مثلا لو باسي كومبوزي مثلا لو فيتور أنتيريور مثلا لو بلوسكو بارفي إذن عندنا واحد المجموعة من الأزمنة المركبة في حالة الأفعال التي هي مثل لو فيرب فونيغ إذن يصرف مع إتر ألا إيفوني ألا مير إذن ألا أنه أتى إلى البحر باغ لو تخان من خلال القطار أون سو مومون وفي هذه اللحظة إلي دون لو إلي دون لو هو في الماء إذن هو في ماء البحر أو لو بون بان أو لو بون بان آهين على الاستحمام الجميل آهين على الاستحمام الجميل ثم عندنا il sort de l'eau maintenant il a faim il mange du pain et du chocolat إذن il sort de l'eau إذن هو يخرج من الماء il sort de l'eau هو يخرج من الماء طبعا هنا عندنا لو فيرب sortir je sors tu sors il sort nous sortons vous sortez il sort il sort طبعا ممكن نتكلم عن il sort هو يخرج هو يخرج هنا عندنا il sort de l'eau هو يخرج من الماء في حالات اخرى ممكن نتكلم عن هو يخرج نقول مثلا il sort du lapin il sort du lapin de son chapeau اذا هو يخرج هو يخرج لنا ارانب من طربوشه مثلا نتكلم عن الساحر او يخرج لنا بعض الطيور من هذا الطربوش اذا نقول il sort du lapin de son chapeau اذا نتكلم على لو فيرب سورتير ممكن انه يعني اخرج كما راينا قبل قليل il sort du lapin او ممكن انه يعني خرج كما عندنا هنا il sort de l'eau هو يخرج من الماء maintenant il a faim الان هو عنده جوع il mange du pain et du chocolat اذا هو ياكل خبزا وشوكولاته et nous terminons avec la conjugaison nous prenons la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait إذا نأخذ تصريف فعل avoir à l'imparfait أولا عندنا le singulier إذا عندنا المفرد إذا j'avais 4 ans أنا كانت عندي 4 سنوات j'avais 4 ans j'avais 4 ans أنا كانت عندي 4 سنوات ثم tu avais 4 ans أنت كانت عندك 4 سنوات طبعا كما تعرفوا بأن l'imparfait يفيد الاستمرارية في الماضي عندما نصرف فعلا في l'imparfait فهذا يعني بأن هذا الفعل كان يتردد في الماضي جافي 4 ans أنا كانت عندي 4 سنوات لمدة من الوقت جافي 4 ans أنا كانت عندي 4 سنوات ثم عندنا tu avais 4 ans أنت كانت عندك 4 سنوات il avait 4 ans هو كانت عنده 4 سنوات elle avait 4 ans هي كانت عندها 4 سنوات nous prenons le pluriel نأخذ الجمع nous avions 4 ans
نحن كانت عندنا 4 سنوات vous aviez 4 ans انتم كانت عندكم 4 سنوات ils avaient 4 ans ils avaient 4 ans هم كانت عندهم 4 سنوات elles avaient 4 ans هن كانت عندهن 4 سنوات elles avaient 4 ans هن كانت عندهن 4 سنوات وبذلك ننهي هذا الموضوع. طبعا في الفقرة القادمة سنكمل مع بوسيني ولكن من خلال نص كما يبدو مختلفا. إذا نتكلم عن جه، إذا نتكلم عن لعبة مرة أخرى. إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.